الكفته اللي احنا هنبدا نشتغل فيها ان شاء الله النهارده والبطاطس سهله قوي وبسيطه ومش مكلفه في نفس الوقت. بجيب عندي الكبه بتاعتنا وابدا اللي انا احط فيها، عندي لحمه مفرومه وعندي بصل مبشور وعندي كزبره مفرومه وعندي شويه بهارات وشويه ملح وفلفل. تمام، حاجه كده ايه سهل بسيط وما بياخدش وقت معانا في ايه في الشغل وفي الاكل، في نفس الوقت طعمها حلو قوي لانها فيها فحميه. بعد كده عندنا بطاطس، فلفل حامي، فلفل اخضر، طماطمايه، شويه بهارات، ثوم، وعندنا شويه من الكمون الصغيرين. يلا بينا نبدا نعمل ايه. اخد اول حاجه اللحمه المفرومه ونبدا نحطها هنا في الكبه. اقوم واخد عندي البصل المبشور، بعد كده نقوم واخدين عندنا شويه من الكزبره المفرومه في الكبه هنا برضو، وبعد كده عندنا شويه من البهارات. تمام كده، وبعد كده عندنا شويه من الفلفل الاسمر الاكحل، عندنا شويه من الملح. تمام، وبعد كده بنقوم واخدين عندنا طماطمايه كده صغيره بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، وناخد منها ايه اللحم بس بتاعها من جوه، بلاش البذر اهي زي ما حضراتكم كده شايفين، ونبدا نحطها فين مع الكفته الجميله دي. اقطعها بس ايه قطع كده، احط عند الطماطم، وبعد كده نقوم قافلين ومشغلين. قلنا واحنا بنضرب في الكبه اول لما نلاقي الكفته كلها بقت في حته واحده واتجمعت خلاص ما نضربهاش اكتر من كده. يعني شايفه ازاي اهي اتجمعت كلها بقت ايه بقت في حته واحده خلاص ما تتفرماش اكتر من كده فين في الكبه، هي كده بقت مظبوطه. نقوم شايلين وبعد كده نقوم واخدينها حاطينها هنا في البوله، سهلة وجميلة وخطيرة. بص هتعجبك بجد الكفتة ديت، وصينية مش زي ما قلت لك كده مش بتاخد وقت معاك، بنخلصها على طول. طيب فكرة بقى بنبدأ نعمل ايه، بقوم جايب دي حاططها كده في النص مفرغها ماشي، وهي اللحمة تكون نية كده بنقوم واخدين عندنا الفويل ورايحين واخدين عندنا التونج ده وحاطين فيه فحمتين اتنين هنا، حطينا هنا في النص، واقوم واخد عندي شويه زيت وادي لها طعم التدخين اللي انا محتاجه، ونقوم ايه قافلين على الكلام المحترم ده. تعالوا بقى ناخد عندنا هنا ايه البطاطس، اقوم واخدها كده ونقوم حاطينها بالطول او قاسمينها على اتنين هنية. كده ادي البطاطس بتاعتنا بقطعها عندي على اتنين، وبعد كده بنبدا نروح فين بقى على الكفته ونصبع واديها بس تشويحه كده على النار، تشويحه بسيطه جدا، ونبدا ان احنا ناخدها فين على الفرن على طول. يبقى اول حاجه عملنا اللحمه المفرومه، جبناها وحطينا فيها طماطم مفرومه، حطينا فيها شويه كزبره مفرومين، شويه ملح وشويه فلفل وشويه بهارات، وبعد كده حطينا اللحمه المفرومه ديت حطينا في نصها فحمايه كده من النص، وبعد كده حضراتكم بدانا ان احنا نطفيها بيها وسبناها هي وهي نيه لسه ما استوتش. جميل،
طيب نبدأ ناخد عندنا البايركس بتاعنا، ونقوم واخدين عندنا البطاطس. يكون السمك بتاعها كده يكون جميل. واقوم واخد عليها طماطمايه، طماطمايه واحده بس، اقطعها عندي مكعبات. تمام اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده بقوم واخد عندي فلفل اخضر رومي، بعد كده بقوم واخد عندي حوالي 3 4 فصوص ثوم، اخدهم عندي شرايح. وناخد الكلام ده كله ونروح فين؟ عندي على البطاطس هنا اهو. اللي عايز فلفل حامي اضيف له حتة فلفل حامي صغيرة جدا يا عيني، شوية كزبرة مفرومين يا باشا، واديها شوية من البهارات. وبعد كده نقوم واخدين عندنا شوية كده من الفلفل، وعندنا الملح، بعد كده عندنا شوية زيت صغيرين، ونقوم مقلبين الخلطة ديت كلها مع بعضها. تمام، بس ايه، انا بصبع عندي الكفته بتاعتنا الجميله، وبنقول تاني بنط فيها بالفحم يا دوبك دقيقتين اتنين بس، بديها طعم التدخين. وبعد كده بقوم شايلها على طول، وما اغلقش الفويل على البوله قوي. تمام، عشان برضو ما تبقاش حاجه فيها مش صحيه ولا حاجه. وفي نفس الوقت برضو انت لو انت مش عايز تحط لها فحميه ما تحطلهاش فحميه، يعني لو انت شايفه الموضوع مش حلو ما تحطلهاش فحمايه، او لو انت متضايقه من موضوع الفحم ما تحطلهاش. طيب تعالوا بقى نروح عندنا على طاسه عندي على النار، يا دوبك بس تتشوح معايا الكفته كده. نقوم واخدين عندنا طاسه موجوده هنا، شويه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، يا دوبك بس تشويحه بسيطه. ونقوم واخدينها حطينا على البطاطس شويه ميه صغيرين، اقفل بالفويل ودخل الفرن عندي. الكفته بعد ما اتشوحت معايا على النار خدناها وقمنا حطيناها في البايركس زي ما حضرتك كده شايفه، وعلى البطاطس باخد بنفس ناتج التسويه ده، حاطط شويه ميه في ناتج التسويه بتاع الايه؟ بتاع الكفته. باخد شويه ميه سخنه زي اللي حضرتك كده شايفه، ونبدا نحطها فين؟ على الكفته كده اهيت، ماشي الحال. وايه، نقوم قافلين الكلام ده كله. بس ايه، اي حاجه بتقع على البايركس كده من الجنب لازم حضرتك تنضفها كويس قوي. نقوم قافلين، ونبدا نحطها عندي على الفرن على درجه حراره 220 لحد ما تبدا اللي هي ايه تستوي معايا، حوالي نص ساعة كده ولا حاجة. وبعد كده نبدأ ان احنا نشيلها. صينية مغرية جدا ده حقيقة، يعني بص عاملة ازاي، صينية مغرية جدا بصراحة. شيلها ومتسمغة تمام، وقلت لك ازاي تسمغيها. بص بص ما شاء الله اهي، اللهم اني صايم. البطاطس استوت اهي، اتهرت خالص اهي، شايفة ازاي؟ مع الكفتة مع شوية الصوص اللي نازلين دول حكاية.